السلام عليكم حبايبي صف سادس، عام دراسي جديد، بعد إجازة سعيدة بقلوب الحب نستقبلكم، متمنين لكم النجاح والموفقية. أعرفكم باسمي، اسمي سستجة، أدخل لكم مادة العلوم للصف السادس. راح نتناول هذا السنة الفصل الأول التكاثر الطبيعي للنباتات، الدرس الأول اللي هو التكاثر بالبذور. حبايبي أريد وياي تتابعون، راح نفتح الكتاب ونأشر وياي، رجاء متابعتكم. مثل ما عرفنا أو تناولنا بالعام الماضي موضوع التلقيح وموضوع الإخصاب، نتيجة التلقيح والإخصاب كانت هي إنتاج البذرة اللي هي البذور، بعد ما يتحول المبيض إلى ثمرة وبداخله البذور. المبيض راح يتحول إلى ثمرة وبداخله البذور. خلينا نعرف تعريف البذرة. البذرة هي عبارة عن بويضة مخصبة تكونت في مبيض الزهرة. أين تكونت هذه البيضة؟ البذرة في مبيض الزهرة. قد تحتوي هذه الثمار بداخلها على بذرة واحدة، مثل يا ثمرة، ثمرة التمر وثمرة الخوخ، أو تحتوي على عدد كبير من البذور، مثل منو؟ مثل عندنا الطماطم، عندنا الفلفل، البطيخة، تحتوي على عدد كبير من البذور. زين هسه نريد نعرف اجزاء البذره. البذره هذه الصغيره من شنو تتكون؟ تتكون البذره من اربع اجزاء رئيسيه. اول جزء هو غلاف البذره، غلاف البذره اللي هو الجزء اللي يكون يحيط بالبذره من الخارج، يعني الجزء الخارجي الذي يحيط بالبذره. لماذا هذا الجزء موجود؟ حتى يوفر لها الحمايه. هاي يجي نفس التعليل أو فائدة غلاف البذرة، يوفر لها الحماية. أو لماذا تغطى البذور بالغلاف؟ لكي يوفر لها الحماية. نجي على ثاني جزء واللي هو مهم، اسمه الفلق. الفلق هو أكبر جزء بالبذرة. أما تكون البذور ذوات فلقة واحدة مثل الذرة، أو ذوات فلقتين مثل الفاصوليا، هاي تجينا بصيغة فراغات ترى، أو ممكن بالوزارة جابوها بصيغة مقارنة بين الذرة والفاصولية، تكتبون الذرة هي ذوات فلقة واحدة والفاصولية من نباتات ذوات الفلقتين. نجي على هسه الجنين. الجنين هو ثالث جزء بالبذرة. الجنين يحتوي على الأعضاء الأساسية اللي موجود نفسها بالنبات البالغ، ولكن بحجم مصغر جدا، لأنه هي بذرة صغيرة فأكيد أجزائها تكون صغيرة. فهو يتكون من جذير اللي راح ينمو بالمستقبل حتى يكون لي جذر، والرويشة اللي تنمو في المستقبل أو فيما بعد حتى تكون لي ساق. إذن الجذير شي يكون جذر، والرويشة شي تكون؟ تكون لي ساق. آخر جزء اللي هو السويداء. السويداء هي شنو؟ هي غذاء مخزون داخل البذرة يتغذى عليها الجنين. أوكي؟ إذن أربع أجزاء للبذرة: غلاف البذرة، الفلق، الجنين، السويداء. مو تجون تكتبون الجذير والرويشة، هذني من ضمن الجنين، هذول أجزاء الجنين، يعني التفرعات مع الجنين. بعدين أنا راح تلقون مسويت لكم تلخيص بسلايدات، أتمنى استولها سكرين وتكتبوها بدفتر العلوم. هسه كيف تكون البذرة نبات جديد؟ البذرة هاي البذرة الصغيرة شلون راح تعطيني نبات؟ وشلون راح عن طريقها يصير التكاثر؟ يعني النبات الواحد راح يعطيني عدة نباتات، اللي هو التكاثر يعني زيادة بالعدد. شلون يعني زيادة بالعدد؟ يعني بدل ما انا عندي نبات واحد راح يصير هواي عندي نباتات. زين خلينا نشوف البذرة شلون راح تكون لي نبات جديد. البذرة راح تكون لي نبات جديد عن طريق مراحل تمر بها هاي البذرة. من تمر هاي البذرة بمراحل نسميها الانبات.
هاي المراحل كلها اسميها الانبات، يعني البذره من هي وصغيره اول من نضعها بالتربه الى ان ما تعطيني نبات كامل اللي هو النبات الكامل الجديد. تمام، هنا هاي المراحل كلياتها اسميها الانبات. زين، هذا الانبات تعريف كلش مهم ودائما يجيني بالوزاره. الانبات هي المراحل التي تمر بها البذره اثناء نموها، هذا تعريف للانبات، هي المراحل التي تمر بها البذره اثناء نموها. زين، البذره الصغيره هذه بداخلها عندها مخزون غذائي يوفر لها طاقه لازمه للنمو. البذره تنمو اذا توفرت لها عوامل اساسيه. ما هي هذه العوامل الأساسية؟ ثلاثة. أول عامل أساسي هي التربة الملائمة، لازم التربة تكون خصبة ملائمة. ثاني عامل أساسي هو الماء الكافي، إحنا لا نغرق النبات ولا ما نطي ماء، إذن ماء كافي. وآخر شيء العناصر الغذائية، يقصد شنو العناصر الغذائية؟ الموجودة داخل التربة، يعني المعادن، الأملاح، هذه هي العناصر الغذائية. زين، خلينا نشوف شلون حتنمو هاي البذرة الصغيرة وتصير نبات كامل بعد ما توفرت لها هاي العوامل الثلاثة الأساسية. راح تنتفخ البذرة، بعد ما تنتفخ البذرة، بعد ما تحصل على الماء، يبدأ الجنين شيئا بشيئا بالنمو. الجنين راح يبدأ ينمو، الجذير هذا الدشفوط الصغير شوي شوي راح ينمو 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 إلى ما يكون لي جذر، بس للأسفل، أسفل التربة الجذيرة ينمو. أما الرويشة تبدي شوية شوية تنمو إلى الأعلى وتكونين لي منه، تكون لي الساق مثل ما قلنا. زين، والساق ينمو فوق سطح التربة، وبعدها تطلع لي الأوراق الصغيرة ويصير بعدين أوراق كاملة ونبات كامل. طبعا البذور تختلف بسرعة نموها، عندنا بذور تنمو بسرعة قصيرة يعني بسرعة تنمو، مثل يعني فاصوليا بسرعة، ما يحتاج الحمص، ما يحتاج هذا إلها وقت. أما اللي تحتاج إلى وقت حتى تنمو المدة طويلة مثل القمح والذرة، هذول يحتاجون إلى مدة طويلة. زين، هسه آخر موضوع راح نتناوله بالتكاثر الطبيعي، التكاثر بالبذور. آخر شيء عندنا طرق انتشار البذور، طرائق انتشار البذور. عندنا 4 طرق انتشار البذور، 3 طبيعية يعني ما يتدخل بها الإنسان بانتشار البذور، وواحدة اصطناعية، بس هي ككل 4. أول طريقة الهواء والماء والحيوانات، وآخر شيء الانتشار الآلي. إذن عندنا 4 طرق حبايبي، هواء، ماء، حيوانات، والانتشار الآلي. زين، الهواء قسم من البذور تنتشر بواسطة الهواء اللي تكون خفيفة الوزن، يعني البذرة خفيفة أو على تراكيب تشبه الأجنحة. أما الماء هنا بعض النباتات تستعين بالماء حتى تنشر البذور، يا نباتات الأشجار اللي موجودة على ضفاف الأنهار والبحيرات. من تجف الثمرة وتسقط هنا راح يحملها الماء إلى أماكن أخرى أثناء انتقاله، حتتفتت هذه الثمرة، راح تطفو بذورها على سطح الماء، ووزنها بما أنه هي وزنها خفيف وشكلها يكون عريض، راح تنغرس هذه البذور على ضفاف النهر أو البحيرة، بعدين تنمو حتى تعطيني نبات جديد إذا متوفرت لها ظروف ملائمة. الطريقة الثالثة هي الحيوانات. الحيوانات هنا أثناء حركة الحيوانات راح تلتصق البذور بالحيوانات، يا نوع من البذور اللي إلها تركيب شوكي، هذا يجينا بصيغة تعليل أنا ملخصت يالكم، اللي إلها تركيب شوكي يعني مثل الأشواك راح تلتصق بجسم الحيوان، وهاي الأشواك من تلتصق بجسم الحيوان هنا بعدين الحيوان ينفض جسمه، راح تسقط هاي البذور اللي تركيبها شوكي على تربة، وبعدين هناك راح تنمو إلى نبات جديد. آخر طريقة اللي يدخل بها الإنسان هو الانتشار الآلي. هنا إحنا راح نتدخل، راح الإنسان ينقل البذور من مكان إلى آخر حتى يزرعها ويكاثرها. إذن الانتشار الآلي تعريفه كلش مهم، حيث يقوم الإنسان بنقل البذور من مكان إلى آخر لغرض زراعتها وتكثيرها. راح يلا حبايبي، راح نبدي في السر تلخيص الموضوع التكاثر بالبذور. نبدي بالتلخيص. أولا البذرة، تعريف البذرة هي بويضة مخصبة تكونت في مبيض الزهرة، هذا جدا مهم، تعريف البذرة جدا مهم. قد تحتوي الثمرة على بذرة واحدة مثل التمر والخوخ، أو قد تحتوي على عدد كبير من البذور مثل البطيخ والطماطم. سووا سكرين حتى يتلخص هذا، تكتبوه بدفتر العلوم، هذا الملخص ينكتب بدفتر العلوم. يلا ك
كملتوا السيس كريم ننتقل إلى أجزاء البذرة. أجزاء البذرة هي هذا تعداد أو يجينا بصيغة فراغات أو ممكن وظائف، فهذا جدا مهمة. أولا غلاف البذرة، ثانيا الفلق، ثالثا الجنين ويقسم إلى أقسام، هي الجذيل والرويش، هذولي أقسام الجنين اللي هو جذيل وباء الرويشة، وآخرا السويداء يعني الأخير شيء. أربعة غلاف البذرة، فلق، جنين، سويداء مثل ما ذكرنا بالشرح. دا أقلب على كيف حتتلحقون تأخذون سكرين. الإنبات هي المراحل التي تمر بها البذرة أثناء نموها، هي مراحل تمر بها البذرة أثناء نموها، هذا تعريف الإنبات. ننتقل إلى العوامل الأساسية اللازمة لنمو البذرة. أولا تحتاج البذرة حتى تنمو تربة ملائمة، تحتاج إلى ماء كافي، وآخر واحد هو العناصر الغذائية، جدا مهمة، تربة ملائمة، ماء كافي، وعناصر غذائية. ما طرائق انتشار البذور؟ الطريقة الأولى الهواء، يعني تنتشر البذور عن طريق الهواء، والطريقة الثانية الماء، والطريقة الثالثة الحيوانات، هذول طبيعيين يعني ما يدخل الإنسان بيهم. آخر شيء اللي يدخل به الإنسان هو الانتشار الآلي، لأن هنا بهاي الطريقة ذكرنا أنه الإنسان هو اللي ينقل البذور من مكان إلى آخر حتى يزرعها ويكثرها. اذكر السبب يعني تعاليل، مثل ما أخذت العام، اذكر السبب يعني تعليل، يعني بين قوسين لماذا؟ تيسألكم قسم من البذور يمتلك تراكيب تشبه الأجنحة، لماذا؟ الجواب لكي تنتشر بوساطة الهواء. زين التعليل الثاني، تمتلك بعض البذور تركيب شوكي، لماذا؟ ليساعدها على الالتصاق بجسم الحيوان، حتى الحيوان تلتصق بجسمه، وبعدين شي يصير من الحيوان يبدي ينظف جسمه، راح تتساقط البذور من تلقي تربة ملائمة تنمو إلى نبات جديد. آخرة اللي هو الانتشار الآلي، آخر شيء تعريفه، هي طريقة يقوم بها الإنسان بنقل البذور من مكان إلى آخر لغرض زراعتها وتكثيرها. هذا آخر شيء بالتلخيص. عندنا أجزاء البذرة موجودة بالكتاب، بس الأجزاء تعاريفها تنقلوها بالكتاب نفس ما هي، أنا أريدها نصا، لهذا ما سويتها لكم شكل تعداد، بس أنا أريد تعاريفها من الكتاب نصا. زين هذا انتهى التلخيص. هسا ننتقل وياكم لسماع فيديو قصير عن التكاثر بالبذور، استمعوا إليه. سأتعرف في هذا الدرس على البذور، مراحل إنبات البذرة، مكونات البذرة وأدوار كل واحد منها، ظروف إنبات البذور. أولا أميز البذور، تتكاثر النباتات بالبذور، وتوجد البذور في التمرة. عدد البذور في التمرة يتراوح ما بين بذرة واحدة إلى مئات البذور. هناك نباتات ذات بذرة واحدة، وهناك من لديها أكثر من بذرة واحدة. ما هي أنواع البذور؟ هناك بذور ذات فلقة واحدة، بذور ذات فلقتين، بذور تؤكل وأخرى لا تؤكل. سنتعرف الآن على مراحل إنبات البذرة، ونأخذ على سبيل المثال نبات الفاصوليا. أولا تمتص البذرة الماء، ثانيا تنفتح البذرة
ويكبر حجمها. ثالثا تتمزق القشرة. رابعا ينمو الجذير إلى أسفل ويكون الجدر. خامسا ينمو السويق إلى أعلى ويكون الساق. سادسا تظهر بادرة على سطح التربة. وسابعا تتفتح الزهرة وتنمو النبتة ناضجة. حبايبي، إلى هنا ينتهي درسنا. أتمنى منكم التلخيص ينكتب بالدفتر والعناية بالدفتر كأنما أنا موجودة فوق راسكم، لأنه بعدين راح نداوم إحنا إن شاء الله وراح أشوف دفاتركم. والدفتر يعني أنت صورتك، يعني صورتك قبالي، فإذا دفترك مرتب يعني أنت مرتب. وكل ما أنت تكون شاطر وتحضر وترتب الدفتر كل ما أنت تكون قريب علي أو أنت. مع ألف سلامة حبايبي وصغاري صف سادس. معلمة المادة السجا. مدارس عشتار الأهلية، السلام عليكم أعزائي التلاميذ. التكاثر الطبيعي في النباتات موضوعنا لهذا اليوم هو التكاثر الخضري. معلمة المادة سجاع عماد. أعزائي التلاميذ، سنتعرف في هذا الدرس على التكاثر الخضري. تعريف التكاثر الخضري هو نوع من أنواع التكاثر الطبيعي للنباتات. ويتم دون الحاجة إلى البذور. وإنما بأجزاء أخرى من النبات مثل الجذور والسيقان والأوراق. نكرر، هو نوع من أنواع التكاثر الطبيعي للنباتات ويتم دون الحاجة إلى البذور وإنما بأجزاء أخرى من النبات مثل الجذر والسيقان والأوراق. يأتي في الوزاري اذكر السبب أي علل. تلجأ النباتات التي لا تحتوي على بذور إلى التكاثر الخضري. لماذا تلجأ إلى التكاثر الخضري؟ الجواب، وذلك حفاظا على بقائها واستمراريتها. ولولا هذا النوع من التكاثر لانقرضت الكثير من النباتات التي نعرفها الآن. إذن لولا هذا النوع تنقرض النباتات، لأن التكاثر الخضري يحافظ على بقاء واستمرارية النبات. بعض النباتات لا تحتوي على بذور، لهذا نكثر هذه النباتات بالتكاثر الخضري. سؤال، ما أنواع التكاثر الخضري؟ هنالك نوعين من التكاثر الخضري. أولا التكاثر الخضري الطبيعي، ثانيا التكاثر الخضري الاصطناعي. إذن يوجد نوعين من التكاثر الخضري، تكاثر خضري طبيعي وتكاثر خضري اصطناعي. في هذا الدرس راح نشرح التكاثر الخضري الطبيعي، والدرس القادم التكاثر الخضري الاصطناعي. تعريف التكاثر الخضري الطبيعي هو التكاثر الذي لا دخل للإنسان في إتمامه، مثل التكاثر بالدرنات والأفصال. طبعا تأتي هنا وزاري وبشكل فراغات، تكاثر الخضري بشكل فراغات. أنواعه هي الدرنات والأفصال. تكاثر الخضري الطبيعي هو التكاثر الذي لا دخل للإنسان في إتمامه، مثل التكاثر بالدرنات والتكاثر بالأفصال. عندنا مخطط للتكاثر الخضري لكي يتسهل يعني حفظه. التكاثر الخضري الطبيعي مثل ما ذكرنا، والتكاثر الخضري الاصطناعي. التكاثر الخضري الطبيعي إلى أنواع، والتكاثر الاصطناعي إلى أنواع كذلك. أنواع التكاثر الخضري الطبيعي هي الدرنات ألف وباء الأبصال. التكاثر الخضري الطبيعي إلى نوعين، بالدرنات وبالأبصال. أما التكاثر الخضري الاصطناعي الذي سنتطرق له في الدرس القادم هو التكاثر بالأقلام، باء بالتطعيم، والفسائل. أقلام، تطعيم، فسائل.
صور للتوضيح عن التكاثر الخضري الطبيعي. هذه الدرنات وهذه الأبصال. درنات أي البطاطا، والأبصال البصل والثوم. مميزات التكاثر الخضري. ما هي مميزات التكاثر الخضري؟ إلى ميزتين. أولاً، إنتاج نباتات ناضجة في مدة زمنية قصيرة مقارنة بالتكاثر بوساطة البذور. يعني التكاثر الخضري المدة يحتاجها قصيرة، أما التكاثر بالبذور مثل ما ذكرنا بالدرس السابق يحتاج إلى مدة طويلة. ثانياً، يعد وسيلة للتغلب على الظروف المناخية غير الملائمة لنمو البذور. يعني الظروف الملائمة للبذور بالتكاثر الخضري ما يحتاج إلى ظروف ملائمة. بأي ظروف التكاثر الخضري راح ينتج لنا نباتات وبفترة زمنية قصيرة. إذن مميزات الاثنين، إنتاج نباتات ناضجة في مدة زمنية قصيرة مقارنة بواسطة البذور. أما النقطة الثانية، يعد وسيلة للتغلب على الظروف المناخية الغير ملائمة لنمو البذور. بأي ظروف التكاثر الخضري راح يعطينا نباتات جديدة. أما الآن تعريف الدرنة. الدرنة هي ساق أرضية. ماذا يقصد بالساق الأرضية؟ يعني تحت التراب. الساق الأرضية يعني الساق تحت التراب. هي ساق أرضية متحورة لخزن المواد الغذائية. ماذا يقصد بمتحورة لخزن المواد الغذائية؟ أي الدرنة تحتوي على مواد غذائية نأكلها. إذن مثل البطاطا، الدرنة تعريفها كلش مهم. الدرنة ساق أرضية متحورة لخزن المواد الغذائية، جدا مهم تعريف الدرنة. نكرر، الدرنة هي ساق أرضية متحورة لخزن المواد الغذائية، وتوجد على سطح الدرنة نتوءات تسمى العيون. طبعا يأتي بصيغة فراغ هذه العيون، أو بصيغة تعريف، يعني تعريف العيون هي نتوءات توجد على سطح الدرنة. هي نتوءات توجد على سطح الدرنة، هذا تعريفها. ملاحظة، من يشوفون هاي العلامة مثل النجمة معناتها ملاحظة. ملاحظة، إذا كانت الدرنة صغيرة الحجم يمكن زراعتها كاملة في التربة. إذا صغيرة نزرعها كما هي في التربة. أما إذا كانت كبيرة الحجم، يعني الدرنة كبيرة، فتقطع إلى عدة أجزاء. تقطع، نقطعها إلى عدة أجزاء. ويجب، يعني هاي شروط، ويجب أن يحتوي كل جزء، كل جزء مراد زراعته هذا الجزء، يحتوي على مجموعتين من العيون. كل جزء يجب أن يحتوي على مجموعتين من العيون. كل جزء يحتوي على مجموعتين من العيون. إذا كانت صغيرة الدرنة تزرع كما هي، أما إذا كانت كبيرة تقطع إلى أجزاء، ويجب أن يحتوي كل جزء على مجموعتين من العيون. هاي الملاحظة جدا مهمة. اذكر السبب. اذكر السبب. تترك الدرنة بعد تقطيعها، يعني بعد ما نقطع الدرنة الكبيرة نتركها لمدة من الزمن إلى أن ما نلاحظ تكون طبقة فلينية على سطحها. إلى أن يلاحظ تكون طبقة فلينية على سطحها. لماذا؟ لماذا؟ ما فائدة هذه الطبقة الفلينية للدرنة؟ الجواب، لأن الطبقة الفلينية تحمي الدرنة. الطبقة الفلينية تحمي الدرنة بعد زراعتها في التربة. يعني بعد ما نزرعها في التربة هذه الطبقة الفلينية راح تحمينا الدرنة. من ماذا تحميها؟ تحميها من الإصابة بالأمراض الفطرية والتعفن. من ماذا تحميها؟ من الإصابة بالأمراض الفطرية والتعفن. أمثلة على التكاثر بالدرنات. أي نباتات تتكاثر بالدرنات؟ البطاطا تأتي بصيغة فراغات، البطاطا، الزنجبيل، السوس. ثلاث نباتات تتكاثر بالدرنات. هاي أمثلة، يعني البطاطا، الزنجبيل، السوس. حبايبي،
مثل ما تلاحظون بالصورة هذا الرسم مطلوب للحفظ، فقط هذا الرسم بهذا الموضوع، فقط الدرن والعيون مطلوب للحفظ، مطلوب للحفظ ترسمون في الدفتر ما في دفتر العلوم. التأشيرات على الدرنة، التأشيرات لها ساق وعين وجذر، ساق عين جذر، ساق عين جذر. حبايبي هذا الساق مثل ما تلاحظون، هذا الجذر وعين، هذه النقاط اللي التفرعات الصغيرة تظهر في الدرنة هي هذه التفرعات نسميها عين، يعني براعم، يعني برعم، العين يعني هو نفس البرعم. مثل ما تلاحظون بالصورة أمامكم هذا هو البرعم، هذا البرعم، هذا الساق، الساق الحقيقي اللي هو تحت الأرض، ساق الدرنة الحقيقي هذا يصير تحت الأرض، تحت الأرض، هذا الساق، هذا ساق هوائي يعني فوق سطح الأرض، هذا ساق هوائي فوق سطح الأرض، بينما الساق الحقيقي هو تحت الأرض. لهذا احنا ذكرنا انه الدرنات هي ساق متحورة، هي بالأساس الدرنة هي ساق، ساق بس تحت الأرض، يكون تحت الأرض. إذن مطلوب للحفظ جدا مهم وزاري، جدا مهم هذا الرسم وزاري. انتهينا من الدرنات، نأتي إلى السوس، هذا هو رسم السوس مثل ما تلاحظون في الصورة. هذا الرسم غير مطلوب، هذا الرسم رسم نبات السوس غير مطلوب. أعزائي التلاميذ، تعريف السوس، هذه الأربع أسطر هي كلها تعريف السوس. السوس هو نبات عشبي معمر، نبات عشبي معمر أي عمره طويل، نبات عشبي معمر ينمو بكثرة. أين نجده بكثرة؟ في المناطق الرملية الرطبة، في المناطق الرملية الرطبة وعلى شواطئ الأنهار في البيئة العراقية، بالمناطق الرملية الرطبة وعلى شواطئ الأنهار في البيئة العراقية. وهو سريع الانتشار والنمو. كيف تكون شكل أوراقه؟ أوراقه مثلثة الشكل مثل ما تلاحظون بالصورة، أوراقه مثلثة الشكل طويلة، يمتد الساق على سطح الأرض، الساق يمتد على سطح الأرض، وأسفلها أي أسفل الساق ينتهي بدرنات على شكل عقد. كيف تكون؟ على شكل عقد، أي لون لونها؟ لونها أسود ولها رائحة عطرية مميزة، العقد لونها أسود ورائحتها العطرية مميزة. يستخدم طبيا، يعني إلى استخدامات، يستخدم طبيا في علاج بعض الأمراض. يجينا وزاري نبات ينمو في المناطق الرملية الرطبة ويستخدم طبيا في علاج بعض الأمراض، فراغ، ما هو هذا النبات؟ تكتبون السوس. إذن نكرر إعادة لنا تعريف نبات السوس لأنه جدا مهم. السوس هو نبات عشبي معمر ينمو بكثرة في المناطق الرملية الرطبة وعلى شواطئ الأنهار في البيئة العراقية، وهو سريع الانتشار والنمو، وهو سريع الانتشار والنمو. أوراق مثلثة الشكل طويلة، مثلثة الشكل طويلة، يمتد الساق على سطح الأرض، يمتد الساق على سطح الأرض، وأسفلها أي أسفل الساق ينتهي بدرنات على شكل عقد ذات لون أسود ولها رائحة عطرية مميزة، ويستخدم طبيا في علاج بعض الأمراض. انتهينا من السوس، انتهينا من التكاثر بالدرنات. أول شيء انتهينا من التكاثر بالدرنات، تكاثر الخضري الطبيعي بالدرنات انتهينا منه. والآن التكاثر الخضري الطبيعي بالأبصال، التكاثر الخضري الطبيعي أي النوع الثاني، التكاثر الخضري الطبيعي بالأبصال. ذكرنا نوعين، تكاثر خضري طبيعي بالدرنات واللي احنا شرحناه، والآن نشرح التكاثر
الطبيعي بالأبصال. أمامنا تعريف البصلة. البصلة هي عبارة عن ساق، إذن هي هم ساق، عبارة عن ساق قرصية يخرج من أسفلها، من أسفل هذه الساق يخرج جذور عرضية ليفية الشكل. كيف؟ جذور عرضية ليفية الشكل. تحمل هذه الساق القرصية أوراقا شحمية، تحمل أوراقا شحمية، وتخزن هذه الأوراق كمية كبيرة من الماء. يعني هذه الأوراق اللي بالبصلة تخزن كمية كبيرة من الماء. نكرر، البصلة عبارة عن ماذا؟ عن ساق. كيف يكون الشكل؟ قرصية الشكل. يخرج من أسفلها جذور، يخرج من أسفل هذه البصلة جذور عرضية ليفية الشكل. تحمل الساق القرصية أوراقا شحمية وتخزن كميات كبيرة من الماء. الماء وين مخزون؟ بالأوراق الشحمية. أين مخزون الماء؟ بالأوراق الشحمية. يأتي بالوزارة علل، وهذا التعليل جدا مهم. علل، لا تحتاج الأبصال إلى كميات كبيرة من الماء عند زراعتها في التربة. يعني من أزرع الأبصال بالتربة ما يحتاج أسقيها ماء، كمية كبيرة من الماء. لماذا؟ الجواب، وذلك لامتلاكها ساق قرصية، مثل ما ذكرنا بالتعريف، وذلك لامتلاكها ساقا قرصية تحمل هذه الساق أوراق ذات قواعد شحمية. هذه الأوراق تخزن كميات كبيرة من الماء. إذن الجواب، وذلك لامتلاكها ساق قرصية تحمل أوراق ذات قواعد شحمية تخزن كميات كبيرة من الماء. جدا مهم هذا التعليل أعزائي التلاميذ. ما هي النباتات التي تتكاثر بالأبصال؟ أمثلة على النباتات اللي تتكاثر بالأبصال، مثل ما ذكرنا النباتات اللي تتكاثر بالدرنات، الآن نذكر النباتات التي تتكاثر بالأبصال. ثلاث أمثلة: البصل، الثوم، بعض نباتات الزينة. البصل، الثوم، وبعض من نباتات الزينة. ملاحظة: تستخدم البصلة كما هي عند زراعتها في التربة في حالة البصل. يعني نزرع البصلة كما هي بالتربة، إذا بصل نزرعه كما هو بالتربة. أما إذا كان نبات الثوم، إذا ثوم عندنا مو بصل، ثوم، فتقسم كل بصلة إلى عدة أجزاء صغيرة تسمى الفصوص. يعني الثوم ما نزرعه مثل ما هو نبات الثوم، فصوص نزرع، نزرع بالتربة فصوص. بينما إذا كان بصل نزرع البصلة مثل ما هي. تعريف الفص اللي موجود بالثوم هو عبارة عن بصلة. الفص الموجود بالثوم تعريفه هو عبارة عن بصلة. يعني كل فص صغير هو عبارة عن بصلة، كأنه ماني زارعة بصلاية، هو عبارة عن بصلة. سؤال: كيف تزرع أبصال الزينة، الزنبق والنرجس؟ كيف تزرع؟ يعني راح نزرع حسة، عندنا الزنبق والنرجس راح نزرعهم بالتربة. عندنا خطوات، ما هي هذه الخطوات؟ أول خطوة تقليب التربة جيدا، أقلب التربة. ثاني خطوة أخلصها من الأعشاب الضارة، إذا موجود بالتربة أعشاب أخلصها من الأعشاب الضارة، أحملها من التربة. ثلاثة، إضافة سماد عضوي، أكيد لازم نضيف سماد عضوي. أربعة، تسوية سطح التربة، أعدل التربة وأقسمها إلى أحواض أو خطوط، أعدل التربة وأقسمها إلى أحواض أو خطوط. خامسا وأخيرا، تزرع عليها الأبصال، أزرع الأبصال. إذن تقليب التربة جيدا، وخلصها من الأعشاب الضارة، بعدها أضيف سماد عضوي، بعدها أعدل التربة أقسمها إلى أحواض، وبعدها نزرع عليها الأبصال. حبايبي، مثل ما تلاحظون بالصورة أمامنا، هذه هي الأبصال، هذه الأبصال اللي مزروعة بالأصيص. ماذا يعني يقصد بالأصيص؟ الأصيص اللي احنا باللغة مالتنا الدارجة نسميها السندانة. السندانة هي الأصيص. يعني إذا وردت كلمة أصيص أو قصص معناها السندانة أو السنادين.
يمكن زراعة أبصال الزينة في القصص كما في نبات الزعفران والخزامي، يعني نزرع بكل واحدة من واحد إلى ثلاثة، بكل سندانة أخلي من واحد إلى ثلاثة أبصال زينة، يعني ما يصير أضع أكثر من ثلاث، من واحد إلى ثلاث بكل سندانة، من واحد إلى ثلاث أضع أبصال زينة حتى نزرعها. إلى هنا ينتهي درسنا، ننتقل إلى أسئلة الفصل حل مراجعة الدرس. هذه هي الأسئلة مراجعة الدرس. أولا، ما المقصود بكل من الدرنات والأبصال؟ هنا نذكر تعريف الدرنات وتعريف الأبصال. ما الطريقة التي يتكاثر بها نبات البطاطا؟ بأي طريقة يتكاثر نبات البطاطا؟ أكيد الجواب بالدرنات. ماذا تسمى ثالثا؟ ماذا تسمى البصلة في نبات الثوم؟ ماذا نسميها؟ نسميها الفص. الفص. ما الفرق بين طريقة زراعة الدرنات وطريقة زراعة الأبصال؟ هنا أعني بالتلخيص ذاكرتها لكم الجواب بالدرنات وبالأبصال. سؤال الخامس، عندما يراعى زراعة الأبصال باستخدام الأصص يوضع في كل أصيص كم من واحد إلى ثلاث؟ إذن ألف. سادسا، نبات يتكاثر بواسطة الدرنات وله استخدامات طبية، أي نبات يتكاثر بالدرنات وله استخدامات طبية؟ أي نبات بالدرنات؟ أكيد السوس. وأخيرا التفكير الناقد، النباتات التي تتكاثر بالدرنات أكثر انتشارا من النباتات اللي تتكاثر بالأبصال، لماذا الدرنات هذه أكثر انتشارا من النباتات اللي تتكاثر بالأبصال؟ الجواب بسبب تحملها للظروف الجوية المختلفة عكس الأبصال، يعني الدرنة تتحمل ظروف جوية مختلفة أكثر من الأبصال التي لا تتحمل إلى حرارة عالية، الأبصال ما تتحمل حرارة عالية بينما الدرنات تتحمل. هذه هي حل مراجعة الدرس. حبايبي بس انتبهوا لي على السؤال الرابع، اختلاف مقارنة بين الدرنات والأبصال. مقارنة يعني أوجه تشابه واختلاف. الاختلاف بين الدرنة، يجب تقطيع الدرنة إذا كانت كبيرة الحجم، بينما الأبصال ما قطعها مهما كان حجم البصلة أزرعها نفس ما هي. التشابه بين الدرنة والأبصال، الدرنات والأبصال اثنيناتهم من طرق التكاثر الطبيعي، اثنينهم من طرق التكاثر الخضري الطبيعي. إلى هنا ينتهي الدرس. الآن سنستمع إلى فيديو قصير عن زراعة الدرنات يرجو الانتباه. حبايبي إلى هنا ينتهي درسنا، مع ألف سلامة، إلى اللقاء في الدرس القادم.